ميشيل، انا اشوف انه ميشيل عامل اساسي لتفوق الهلال في فترات سابقه، لاعب يملك الحلول، يملك السرعه، يملك الجرأه في دخول خط 18، ممكن يمرر، ممكن يكسب ركله جزاء، امور كثيره افتقدها بسبب انه وضعه على الدكه. وانا اعتقد انه ميشيل وجوده اساسي اهم من بعض اللاعبين، ما بقول انه يزعلوا مني، ذاك الاسبوع الماضي قلته ما حد يجلس احتياط. انا والله الراجل ده بيتكلم كلام زي الفل. شايف ان هذه مشكله لما تقول ميشيل يعني هو اللاعب الابرز، معناته انه اداء اللاعبين الاجانب اللي في مستوى عالي ويتفوق عليهم واحد مثل ميشيل، هذه مشكله بالنسبه لي. لا مشكله، من اللي يجلس على الدكه؟ اي بيجلس على الدكه. من هو؟ اي نيمار. لا تروح وتجي على نيمار، نيمار مو قاعد على الدكه. هذا من الحلقه اللي فاتت اللي حط نيمار دكه. يا اخي يا ابو انا ودي اخليك طال عمرك مدرب، ايه بس مباراة واحدة، إيه؟ صدقني التمرين الثاني ما انت بجاي يصور. اذا 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 معلش انت بتحطني مارك. لا اذا انت ما بتكلم فنيا. ما هو الا فنيا. لا مو فنيا كلامك يا مسلم. يا مسلم هي ما تقدر تفصلها. انا اجيب نيمار لاعب على مستوى. لا ما جلس احتياط بنزيما. ليه ما يجلس احتياط؟ بديك مثال، فيرمينيو في الاهلي، فيرمينيو الان سجل اول مباراة مع الحزم، بعد كذا توقف ست مباريات. لما كان يلعب في ليفربول الى الدقيقة 60 لو ما سجل حيقعد على احتياط، وبعد اربع مباريات ما يلعب. وين يعني كان فيه؟ لما كان في ليفربول. انت قارنا عاد بليفربول. ايوه احنا انا انا اشوف نفسي انديتنا الان تعتبر انديه عالميه. يا غالي ما يخالف، بس عاد انت لا نشطح مره واحده. عندنا انديه. معليش بس لا نشطح مره واحده، الله يرضى عليك، خليك عقلاني ومنطق. اول شيء فيرمينيو لا يقارن بشهره نيمار.